رياضيا في هذه النشرة، يستعد نادي اف سي تفرغ زينة لخوض مباراة ضد نادي المريخ السوداني يوم الجمعة القادم بالملعب الأولمبي في العاصمة نواكشوط ضمن بطولة كأس العرب. وسيخوض نادي تفرغ زينة المباراة المرتقبة في ظل غياب 3 من لاعبيه، يتلقون العلاج حاليا في العاصمة السنغالية داكار. متابع. لقاءان مهمان ينتظران نادي تفرغ زينة، الأول منهما حدد له الأسبوع القادم والثاني بعد ذلك بأيام قليلة، ولقاء ودي آخر أريد به الوقوف على مدى جاهزية لاعبي المنتخب الوطني حدد له شهر مارس المقبل. بالنسبة لنادي تفرغ زينة، سيحل نادي المريخ السوداني ضيفا عليه في الأسبوع القادم هنا في الملعب الأولمبي في لقاء ذهاب يدخل في إطار بطولة كأس العرب التي قرر النادي البلدي خوض مغامرتها بعد أن توج بكل البطولات المحلية، ضرم هذه المرة بحبل جراره إلى أبعد من ذلك ليصطدم بالفريق السوداني صاحب التاريخ الضارب في الجذور، سواء تعلق الأمر ببطولة دور أبطال إفريقيا أو بطولة كأس العرب. تفرغ زينة سيدخل في هذا اللقاء وهو يفتقد لخدمات لاعبي الوسط والمحركين الأساسيين له في جل محطاته السابقة، اللاعب يعقوب دينا صحبة اللاعب صنبا عبد الله، اللذين تعرضا لإصابة أبعدتهما عن الملاعب منذ قرابة شهر ونصف، وهما الآن في العاصمة السنغالية داكار لتلقي العلاج صحبة المدافع الشاب لعمر. إدارة النادي أكدت في عديد المرات أن فريقها لا يتأثر بالإصابات وقادر على العبور من بوابة المريخ السوداني الذي بدوره حسب بعض وسائل الإعلام السودانية ما زال يلتزم الصمت، ولو أن آخر مستجداته أن هذا اللقاء بالنسبة له مجرد نزهة. لتبقى حقيقة مجريات هذه المباراة مدفونة بين ساعات ودقائق يوم الجمعة القادم في الملعب الأولمبي. أما لقاء شهر مارس القادم والودي الذي سيجمع بين منتخب بنين ومنتخب المرابطون، الأخير خرج وقرر الشروع في التحضير لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية القادمة حين اطلع على قوة أكبر خصومه في مجموعته وهو منتخب بوركينا فاسو، الذي ظهر بقوة وتنظيم خارقين في نسخة بطولة الأمم الإفريقية المنظمة أخيرا في الغابون، مما ترك القائمين على المنتخب يشرعون بالتحضير من الآن قبل شبح دقائق اللقاء الأخيرة وقبل أيضا ذات الأوان. ومعنا في الاستوديو محمد عبد الفتاح مسؤول اعلام نادي اف سي تفرغ زينة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. النادي اف سي تفرغ زينة يستعد لمواجهه نادي المريخ السوداني، لاي حد هو قادر على الفوز على نادي المريخ العريق؟ اولا شكرا لكم على الاستضافه. اولا بالنسبه لنادي تفرغ زينة هو نادي حديث نشأة تاسس 2005 بالمقارنه مع نادي المريخ، فعلا نادي المريخ تاسس 1927، اذا نادي عريق خصوصا في الكره العربيه الافريقيه، توج بكثير من البطولات في السودان كذلك في البطولات الافريقيه. نحن وضعنا نصب اعيننا هذه الانجازات التي انجزها نادي المريخ، اذا نادي تفرغ زينة استعد بشكل جيد لخوض هذا القمار، وان شاء الله ستكون تمثيل احسن تمثيل للجمهوريه الاسلاميه المرتدين في هذه المباراة. ما طبيعة الاستعداد يعني؟ استعداد نحن قمنا منذ فترة بعيدة منذ خروج القرعة، قمنا بإجراء الكثير من المسائل الداخلية في النادي. أولا قمنا بمعسكر داخلي هنا في النادي، حسنا كثير من ظروف اللاعبين، كذلك هناك بعض الإصابات كانت لدينا، الحمد لله استطاع الطاقم الطبي تجاوزها باستثناء غياب اللاعبين الأساسيين الثلاثة يعقوب وصنب كذلك عمر لي. إذن هذا ثلاثي للأسف شديد ثلاثي مميز ثلاثي أساسي في النادي، لكن سيكون غائبا في هذا اللقاء نظرا للاصابات البريق التي تعرض لها. اجرى عمليه في كل يوم اجرى عمليه في داكار الاسبوع في هذا الاسبوع، للاسف سيغيب عن اللقاء، لكن تفرغ زينة حقيقه لديه من الامكانيات من اللاعبين ما باستطاعته ان يعوض هذا الثلاثي ان شاء الله، ولن تكون تاثير كبير جدا هذا الثلاثي قيام، ولن يؤثر كثيرا على النادي لان النادي وضع خطه متكامله
قبل من تقريبا 3 أشهر 4 أشهر والنادي يضع الخطط المناسبه لهذه المباراه. نحن نعرف ان الخصم خصم قوي، خصم يمتلك موارد ماليه كبيره، يمتلك كثير من اللاعبين المحترفين خارج السودان، كذلك يمتلك طاقم فني بقياده الفرنسي. اذا نعرف ان المريخ نادي كبير، نادي عريق، لكن حقيقه الاستعدادات التي قمنا بها والتي قامت بها الاداره خصوصا العمده فاطمه عبد الملك التي وضعت النادي في احسن الظروف في هذه الاونه الاخيره، كذلك رئيس النادي موسى الخليل الذي يقف كل في يقف على الكبيره والصغيره في هذا النادي من اجل ان تكون الخرجه ان شاء الله يوم الجمعه. لكن على ما ركز النادي بشكل اساسي من اجل مواجهه نادي المريخ السوداني؟ اولا تركيز النادي كان مصب على تهيئه اللاعبين اولا من الناحيه البدنيه، كذلك من الناحيه الذهنيه، كذلك تهيئه الطاقم الفني المشرف على النادي بخبره العجوز بيرامغي، باعتقادي ان كل المسائل اللوجستيه والمسائل الماديه التي كانت تنقص النادي خصوصا في اللياقه البدنيه عملنا لها حساب خاص، وكانت هناك استعدادات متميزه للنادي قبل هذه المباراه، وان شاء الله سيظهر ذلك للاعلان في المباراه يوم الجمعه ان شاء الله. لاي حد يعني يعول النادي على الاستفاده من عاملي الارض والجمهور خصوصا في مباراه الذهاب التي ستقام في نواكشوط؟ بالتأكيد بالنسبة لنا بالنسبة للجمهور الموريتاني هو الذي إن شاء الله سيحسم المباراة بحضوره المكثف، لأن تعرف أن التشجيع اليوم أصبح مسألة ضرورية وأساسية في أي مباراة، يعتبر الجمهور واللاعب رقم 12 للفريق. إذا نحن نعول على الجمهور الموريتاني إن شاء الله في هذا اللقاء أن يكون حاضرا وبقوة وأن يشجع بكل روح رياضية وبدون أي تصرفات لا تخل بالأمن. إذا نحن نعتقد أن الجمهور الموريتاني سيكون في يومه، ولذلك ستكون المباراة إن شاء الله على أحسن ما يرام وسنتأهل إن شاء الله عبر المريخ السوداني. ماذا لو عبر يعني تجاوز استطاع تجاوز نادي المريخ السوداني؟ ما العقبات أمامه؟ أعتقد أن تجاوز المريخ السوداني بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير لكرة القدم الموريتانية وخصوصا الأندية الموريتانية، لأنها تعتبر سابقة للأندية الموريتانية أن تذهب إلى الأدوار النهائية في البطولة العربية. صور معي أنك إذا تجاوزت المريخ السوداني ستصل إلى الأدوار النهائية، الأدوار النهائية ستلعب مع الأهلي والزمالك النصر والهلال السعودي، هناك بعض الأندية الكبيرة أعشر تقريبا أقوى الأندية العربية ستكون في تجمع في الإسكندرية بشهر تقريبا 7. إذا هي بطولة ستكون بطولة أولا تسويقية للاعبين الموريتاني، كذلك التعريف بالأندية الموريتانية وتعريف بالجمهور الموريتاني بصفة عامة. أنا أعتبر أن تجاوز المريخ يعتبر إنجاز كبير لكرة القدم الموريتانية والتطور كبير. نادي المريخ نادي كما قلت نادي عريق، نادي 1927 ويمتلك الكثير من الموارد المالية، الكثير من العناصر. أنا أعتقد أن الإدارة نادي فرغزينة نظرت لكل المسائل قبل هذا اللقاء بعين أرضى. نحن نعرف أننا سنواجه خصم قوي، خصم كبير، كل الاستعدادات على أحسن ما يرام. ما أؤكده لك هناك في الاستوديو أن إدارة نادي فرغزينة وعلى رأسها الأخ موسى الخيري وضع كل الأمور التي باستطاعتها أن تمكن الإدارة المدرب واللاعبين من تجاوز إن شاء الله المريخ هنا في نواكشوط. التوفيق محمد عبد الفتاح مسؤول إعلامي نادي فرغزينة، شكرا جزيلا لك.